الشوط الأول السيتي يفوز، السيتي يتأهل، السيتي يقهر ريال مدريد، السيتي يطيح بالملك، السيتي يفعل ما يشاء الليلة بالأربعة يفوز على ريال مدريد. يا سلام، 4-0 صارت النتيجة، 5-1 في المجموع. انطلقت من فودان، وصلت لرياض، عادت لفودان، مررها لخوليان الفارس من أمام أرجل، جيبوا كورتو أو جاء الرابع. 4-0 صارت النتيجة لمانشستر سيتي أمام ريال مدريد. يا لها من مباراة، ويا له من سيتي، ويا له من ريال تعيس هذه في هذه الأمسية. المشكلة أبدا لم تكن في الريال، بل كانت في مانشستر سيتي. المشكلة أبدا لم تكن في أنشيلوتي، بل كانت في بيب غوارديولا، هذا المبدع الذي يصل للمرة الثانية في ظرف 3 مواسم. حك شعرك يا كارلو أنشيلوتي، حك شعرك. وين العلك؟ وين العلك يا كارلو أنشيلوتي؟ 4-0 هي نتيجة تاريخية. لو نرجع للتاريخ لا أعتقد بأنه الريال خسر بالأربعة في مسابقة دور الأبطال، في دور متقدم في هكذا، في خروج المغلوب. لا أعتقد بأنه الريال خسر بهكذا الشكل في مباراة نصف نهائية في دوري أبطال أوروبا. الكرة لبرناردو سيلفا الأخيرة، بقت ثواني فقط على نهاية المباراة.